الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ثم أما بعد أحببت أيها الأحبة أن أتحدث في نفس موضوع الخطبة الماضية لإمام المسجد حتى تعم الفائدة لمن لم يفهم غير العربية فأقول وبالله التوفيق يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هذه الآية أيها الأحبة توضح لنا أمرا عظيما جدا
هذا الأمر هو سبب لزيادة الرزق وطول العمر. هذا الأمر هو سبب لمغفرة الذنوب، أن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. هذا الأمر هو سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. هذا الأمر هو صلة الأرحام. الله عز وجل يخبر في أول سورة النساء بأنه خلق الناس كلهم سواسية من نفس واحدة، وأنه سبحانه وتعالى بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد، ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض. ثم قرن الله عز وجل في هذه الآية في أول سورة النساء، قرن الله عز وجل الأمر بتقواه سبحانه وتعالى بالأمر بصلة الأرحام. لماذا؟ لأنه كما يلزم عليك أن تلتزم بحق الله عز وجل، كذلك أيضا يجب عليك أن تلتزم بحق الآخرين، خاصة الأقربين منهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فصلة الأرحام أيها الأحبة جعلها الله عز وجل شعار الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، علامة إيمانك بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. جعلها علامة إيمانك بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. كذلك أيضا هي سبب لزيادة الرزق وطول العمر وبركة العمر. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، في ماله، في أولاده، في تجارته، ماذا يفعل؟ يصل رحمه. والرزق أيها الأحبة كما قال العلماء هو نوعان: رزق إيجابي ورزق سلبي. الرزق الإيجابي هو أن يرزقك الله عز وجل بولد مثلا، أو يرزقك بمال، أو يرزقك بعقار أو سيارة أو غير ذلك من الأمور المحسوسة التي تراها بعينك وتلمسها بيدك، هذا هو الرزق الإيجابي. أما الرزق السلبي وهو أن يدفع الله عز وجل عنك مصيبة كانت ستودي بك إلى أن تدفع فيها أموالا طائلة جدا فنجاك الله عز وجل منها. رجل يمشي وإذا بسيارة تصدم فيذهب إلى المستشفى ويصرف أموالا طائلة في ذلك، نجاه الله عز وجل من هذا الحادث. فهذا هو الرزق السلبي الغير مباشر. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره أي يبارك الله عز وجل له في عمره، ماذا يفعل؟ يصل رحمه. وتأمل بركة عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، بعث وهو في الأربعين، كانت دعوته صلى الله عليه وسلم 13 سنة. هذه الفترة الوليسة انظر كم أطاع الله عز وجل من الخلق، وكم انتقل من ظلمات الشرك
إلى نور الإسلام. كل هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستأتي في ميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسبب بركة عمره صلى الله عليه وسلم. إذن صلة الأرحام أيها الأحبة علامة إيمانك بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر. كذلك أيضا صلة الرحم هي سبب لزيادة الرزق وبركة العمر. كذلك أيضا بصلة الرحم أيها الأحبة يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. كيف ذلك؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين والأقارب سبب لمغفرة الذنوب. كذلك أيضا حديث الرجل الأعرابي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوما رجل وهو في سفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر هو وأصحابه، فعرض له رجل من الأعراب فأمسك بزمام الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه وقال: لقد وفق أو لقد هدي. هداه الله عز وجل أن يسأل هذا السؤال. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع النار. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. اسمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. جعلها سبب لنجاتك من النار، لنجاتك من النار ودخولك الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فصلة الرحم أمر عظيم جدا أيها الأحبة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى صلة الرحم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. هذا هو معنى الصلة الحقيقي. رجل يزور أقاربه وهم يزوروه، ليس هو المعنى الأمثل لصلة الرحم، لكن الذين إذا قطعوه وصلهم هو. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار الشديد الناتج